وبمناسبه هذا المشهد اللقاء الفلاحين، وانت نصير الفلاحين والعمال كلمة شبكة يقين، تفضل حضرتك. اتكلم النهارده يوم جميل يتجمع فيه الفلاحين المصريين اللي هم اصلا مصر، دول ملح الارض. مصر في الاساس هي الفلاح. علمني استاذي محمد عود عليه رحمه الله ان مصر الاساس فيها الفلاح، وانا جزاوي، وبالمناسبه اغلب فلاحين الجيزه يعملوا في الفلاحه في بر الجيزه ثم يعبروا النيل ليشتغلوا عمالا في مصانع القاهره، ولذلك الجيزه هي اكبر تجمع عمالي في مصر على غير العاده، على الرغم ان مش اكتر مناطق صناعيه ولا فيها مصانع كتيره زي محافظات تانيه، لكن اكتر التداخل الكبير اللي حصل بين العمال والفلاحين في الجيزه بينبئ بان امكانيه الوحده بين العمال والفلاحين ممكن تتحقق. دي نظريه، انما على المستوى العملي اتحاد الفلاحين ونقابه الفلاحين عضو في اتحاد العمال اللي بقى اتشرف ان انا فيه، واحنا النهارده العمال والفلاحين ايد واحده. كل عام وانت بخير. كل سنه طيب.